وطبعا حتى لا أنسى مثل هذه المسائل تشكل أنموذجا لما عليه العقل المسلم اليوم. وما عليه العقل المسلم اليوم لا يطمن، خاصة كما يمثله هؤلاء لا يطمن. يعني اختلاف في مسألة مسألة معاوية، هذا وضع معاوية جعلتموها كأنها إيه؟ كأنها مسألة عقدية في صلب الاعتقاد وطعن في الدين، وقال أبو زرعة وقال أبو فلان، شيء غريب جدا. المسألة ليست هكذا، ليست هكذا بالمرة. وقولي في الصحابة أيها الإخوة، وهو قول طائفة من المحققين في القديم والحديث، أنا أراه في نظري، ولذلك أنا أقول به قولا معتدلا جدا، هو أعدل الأقوال، أعدل من قول الشيعة الإمامية وأعدل من قول أهل السنة والجماعة. بالأمس قلت هذا بعد الخطبة الإخواني. الشيعة الإمامية لديهم أيها الإخوة تفريط في حق الصحابة، يسيئون الظن في معظم الصحابة، هذا تفريط. وأهل السنة لديهم إفراط أيها الإخوة، كل الصحابة لفق واحد ما شاء الله، كلهم مباركون، عدول، هم لا يقولون منزهون مقدسون معصومون، ولكن يعاملونهم معاملة المعصوم. أنا أقول وقلت هذا قبل وأذكر بهذا مرة ثانية، لا، الشيعي أيها الإخوة الذي يرى أن أئمة أهل البيت معصومون ثم يبني على ذلك توالية ولوازم يستخرجها أكثر اتساقا مع نفسه من الذي يقول الصحابة غير معصومين، ثم هو يعاملهم معاملة المعصوم تماما، عجيب. وبالعكس مذهب الشيعة على أنني لا أنتحله مسألة العصمة هذه أيها الإخوة، لا أنتحله بتة، مذهب الشيعة أقل خطرا على العقل وعلى النفس، أقل خطرا منهجيا وتربويا من هذا المنهج. قولوا لي لماذا، وأنا أتحدث بلغة علمية أيضا منهجية فيما أظن إن شاء الله تعالى. لأنك حين تقول لي الصحابي ليس معصوما، جميل جدا، لكنه زنى وسرق وقتل وفرق الأمة ومزق وحدتها وتسبب في قتل عشرات الألوف واغتال أيها الإخوة واستباح سبي النساء المسلمات وقتل الأطفال، فعل الأفاعيل، أصابنا بمصائب وكرثنا بكوارث، وتقول لي رضي الله عنه وأرضاه ومع أبي محمد بن حزم رحمة الله عليه وهو في الجنة قطعا، هذا مذهب خطير جدا 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 تربويا هذا أيها الإخوة، هذا ينشئ نفسيات. وأنا أقول لكم والله على ما أقول شهيد، لا أقول هذا كيادا، وهذه النفسيات موجودة، تجد الآن من علماء الدين فضلا عن العامة وهم كثر متدينون، تجد من هم إيه؟ متدينون، تجد المتدينين منهم وبلحى وجلابيب ويلتزمون إيه؟ المساجد ما شاء الله وفي الصفوف الأولى، ويمكن أن يفعلوا الأفاعيل. غريب، ما الذي يحدث؟ كيف يا أخي؟ المفروض أن الإنسان كلما تدين وأمعن في التدين زاد ورعه، أين الورع؟ لا ورع، من أين يأتي الورع؟ وهو يتلقى منذ نعومة الأظفار أن الإنسان يمكن أن يكون كمعاوية أيها الإخوة، يستحل أموال الأمة ويستحل دماءها ويكذب ويدجل. طبعا الآن هم يغضبون حين يسمعون هذا، لكن أقول لهم صبرا صبرا، عليكم أن تصبروا على الأقل إلى أن أفرغ من هذه السلسلة، هذه السلسلة طويلة، اليوم طليعة السلسلة، وسأقول لكم الطليعة عن ماذا تتحدث، هذه الطليعة فقط اليوم، لا ندري قد تأخذ ساعتين ثلاثة أربعة طليعة، وبعد ذلك نبدأ في إيه؟ في فتح ملف معاوية حقيقة، بعد أن تسمعوا كل شيء وبالدليل تكلموا، هل معاوية دجل أو لم يدجل؟ في نظري دجل كثيرا، وقضى حياته في الدجل أيها الإخوة، التدجيل على الأمة وتزييف وعيها بكل وسيلة ممكنة له، سوف يثبت لكم هذا بالبران إن شاء الله. اليوم ستشمون رائحة الدليل في هذه المسائل من قول علماء أفاضل، ولكن أقول لكم مثل هذا الرجل معاوية أو غير معاوية ممن يعتقدونهم، سنأتي على أسماء جملة منهم، وهم كما قلت في محاضرة الصحابة وعدلتهم قل من زور بفضل الله تبارك وتعالى. اعتقادنا أن معظم أصحاب رسول الله على الاختلاف في تعريف الصحابي، على الاختلاف في تعريف الصحابي الذي فصلنا فيه القول في الحلقات السابقة أو الحلقات السابقة، معظم أصحاب رسول الله أيها الإخوة فعلا كرماء أماجد أماثل علية جلة عدول مع النشكلة، إلا يسير منزورة هم الذين شذوا وغيروا وبدلوا، وهم الذين وردت في حقهم النصوص، وهم الذين يختلجون عن حوض محمد صلى الله على محمد وآله يوم القيامة. النبي قال هذا،
كان الإمام الشافعي رضوان الله عليه وهو إمامي، أنا شافعي المذهب، كان الإمام الشافعي يعتب على أستاذه مالك، يقول ما أعتب على أستاذي إلا أنه أخرج، قال من ضمن النقدات، يعني وجوه النقد، من ضمن النقدات العلمية التي أسجلها على أستاذي الجليل أبي عبد الله مالك بن أنس رضي الله تعالى عنهما، أنه أخرج في موطئه حديث الحوض. لماذا يا أبي عبد الله؟ واضح طبعا، لأن الشافعي فهم أن حديث الحوض ينطبق إيه؟ على الصحابة، وربما بدرجة أولية كما قال الإمام المعاصر عبد الله بن الصديق الغماري على معاوية. عبد الله بن الصديق قال أجزم أنه ينطبق على معاوية وشيعته، هذا الحديث في معاوية وشيعته. قال من الذين بدلوا تبديلا حقيقيا إلا ما كان من معاوية أيها الإخوة، وغيروا السنة، والنبي حذر وقال أول من يغير سنتي رجل من بني أمية، صححه الشيخ الألباني، قال الألباني ولعله يعني تبديل الحكم من الشورى إلى الملك. من الذي بدل؟ معاوية. حتى الألباني لم يجد بدا أن يعترف بهذه الحقيقة. أعلم أن هذا يزعجه جدا الآن، هذه الحقائق، عدوا إلى الألباني وعدوا إلى كلام هذا، اختبروه، هل هو نوع من الافتعال أو نوع من الكذب؟ على كل حال، هذا الذي بدل دين محمد، بدل سنة رسول الله، وسيأتيكم هذا في حلقات معاوية، تقول أين وماذا بدل؟ سيأتيكم كل شيء وبالدليل، بدل ماذا وأين الدليل أيها الإخوة؟ واليوم ستشمون كما قلت لكم بعض رائحة الدليل. على كل حال، فالإمام الشافعي يعتب على أستاذه مالك أنه أخرج حديث الحوض، لا، لذلك الإمام الغماري قال لا، العتب على من يكتم الأحاديث لا على إيه؟ من يحدث، ما في عيب أيها الإخوة، وما في عتب على من ينشر إيه؟ حديث المصطفى، العتب والعيب أيها الإخوة على من يدس أحاديث المصطفى حتى تخفى على الناس، والله أعلم ما الذي خفي منها، ما الذي وصل وما الذي خفي، لكن الذي وصل أيها الإخوة ما دام صحيحا أيها الإخوة فهو العمدة، يكفينا. ثم حوادث التاريخ المتواترة معنويا تنورنا وتضوء الطريق لنا، أحاديث صحيحة عن رسول الله وما تواتر أيها الإخوة في أحداث التاريخ، هذا يكفينا، انتهى خلاص، نستطيع أن نفهم ما الذي حدث في الجملة دون أن نقطع أيها الإخوة على تفاصيل كل شيء أحادا، لكن التواتر المعنوي يكفي فيه مثل هذا القدر، يكفي فيه مثل هذا القدر في الجملة إن شاء الله تبارك وتعالى.